طب هذا مصرف الإمام. هيا شوف، أنت الآن عند محك 31/20 ضربت لك يومين وفرحانين بعودة الإمام، والإمام قلنا الحمد لله لم يغلق تحت 38 فيبو، أحلى شيء سواه أنه رجع فوق 29/35 هللة، وراح ضرب المطب حق قاع شهر 6/31/20، شوفوا إيش طلع 31/20، طلع متوسط 50 المكسور. تبغى الإنما يفرفر يعدي 31/20، هيجيك مطب صغير هنا بعدها 31/75، هاي عدي عدي الآن 31/20، هاي أنت عند مقاومة في الإنما، الإنما يقلد الراجحي، خلي الراجحي يعدي 75/60 حيعدي الإنما، خلي الراجحي يقول أنا رايح حيروح الإنما يعدي 50، أنت الآن في مقاومة في الإنما، شايف؟ الإنما ما يعني بصراحة بدع لما رجع كان في المنطقة المظلمة قريبة 27 قاع القناة، كنا خايفين ينزل تحت، قام احترم القناة الهابطة والإغلاق الشهري كان مريح. وشوفوا كيف الحمد لله شمعة مارش يعني معطي أمان لملاك الإنما إنه نحن فوق 29/35. إيش لازم نعدي؟ نعدي الآن 31/20 31/75، مبروك عليك 33 ريال بحول الله متوسط 100، وبعدين 34.5 متوسط 200 مع منطقة 23 فيبو المكسور. طيب لو جيت أخذت لك شارت جديد في الإنما وعكسنا نحن الفيبو من هنا، مع أنه الفيبو ده مفروض نعكس متى؟ لما يخترق تريندات، لكن افتراضياً لو جينا سحبنا الفيبو كده، شوفوا انتوا فين قاعدين، الله الشمعة طلت برأسها فوق أول 23 فيبو اللي هي كم؟ شوف لو قلنا من القمة 42/45 إلى قاع الموجة اللي تحقق 27/40، ما شاء الله. هاي تعال أسمع الكلام اللي يجمد على الشهر، ما لم يكسر الإنمة 30/95 الآن، شايف؟ خليك مع الإنمة، لأنه الإنمة الآن شوف إيش مسوي، هو طالع عند متوسط 50 قمتين جنب بعض، ما يصير يرجع يكسر 30/95 اللي الآن بيلعب فوقها، لأنه لو نزل ممكن تشوف المنظر كده، يجي راجع السهم قريب الدعم 30/20 اللي اخترقوا هنا، شايف؟ شايفين المنظر يا شباب؟ شايفين التحليل الفني كيف حلو؟ شوف شوف شوف، يقلد المؤشر العام، شايف؟ يرجع هنا 30/20، كسر 30/20 سحبك 29/20 اللي هو قاع ديسمبر، شايفين هذا الشرط؟ فأنا والله عاجبني بنك الإنما بوقفته دي فوق 30/95، أقول يا رب إيش؟ يخترق 50، شوفوا أرامكو لما قفل فوق 50 إيش سوى اليوم؟ تحرك بنك الإنما عشان يتحرك ل 31/75 لازم إيش؟ يطمر الآن 31/20. والله يا جماعة ترى حتى سوقنا ناشئ، يعني حتى لو تلاحظوا الآن أنتوا بتشوفوا بعينكم إنه السوق ماشي كلاسيكيا، والعالم اللي بتشتغل في السوق تعالوا شوفوا لما نقول هذه مقاومة شوفوا العرض كيف عليه، هذا دليل على إنه اللي بيشتغلوا في سوق الأسهم سلوكيات أغلب المتداولين هي تتبع التحليل إيش؟ الكلاسيكي، يعني هذا اللي معطيه مصداقية. لما يخترق الترند تشوف السوق السهم يطلع، ليش؟ هذا معطيه مصداقية إنه العالم بتتبع الاختراق. لما تشوف كسر تلاقي السهم طاح، ليه؟ معناه إنه سلوك المتداولين بتتبع الكسر مع الخيل، يعني مع الخيل يا شجرة، اخترقنا مشينا كسرنا طحنا، السهم ميت ما في سيولة قاعد ما حد راضي يشتغل،